قوي. الحين اهرب لك سبيت، ترجع لي سبيت يا سبك مهبول انت. خردس يا سبك. ما هو جيب لي ورقه يا سبك. النشبه دايبيك النشبه عند ذا البثل. النشبه دايبيك. هلا تركي عبد في الاستراحه. لا لا ما عندنا شيء، قاعد العب مع ويوي. اتحداك مخيم بطل، اركض فديتك. خلاص ارسل الموقع الوات. يا علي حس فينا يجرر احلى هجاني، يا طارتني وراح جعلها مستراح دلت الشوق. اقول ابو مسفر هلا، عطنا نكتة. واحد وقف قلبه ونزل يدفه. ضحكتني يا ابو مسفر. اقول يا رسمي عطى 10,000 يستاهل ان شاء الله. خير يا شيخ. كل خير. اقدم لك عيال الحاره جاي يسلمون عليك، اصدقائي احلى اصدقاء بالعالم. يا هلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. طبوا ارقصوا. يا شيخ عندي نكته ب 800. ورا ما تروح ترقص معهم. سلم يلا يا عيال. شلون فشلنا؟ اتحداك يا مخيم البطل. حبيبي هذا مخيم الشيخ ابو بندر، وش فيك انت؟ اركض بديتك. وذول الاثنين منهم؟ لا هذول الاخويا اللي طلعوا النصر. يا احبكم المشاكل، ايش فيكم انتم؟ هذا الشيخ ابو بندر يا عيال كاش فلوس، يلعب بالفلوس بالانتيات. وذاك ذاك اللي لابس سبحه منهم. يا لا هذا 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 توني، خلينا نعرفكم عليه. توني توني جا 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 يا جا. هلا هلا توني. اهلا خيي تركي. حبيبي توني اعرفك على اخوي. سهلا. صديقي عامر احلى صديق في العالم. هلا والله بالتونه. هلا بعظم ولا بدون عظم؟ تركي دائما يستخرج دم الولد. شكش يا خي ايده. ياسر اهلا وسهلا خي ياسر. كفته. هذا كفته؟ هو كذا دايم توصيل مطعم دايم. توني هو المسؤول الكبير على المخيم. اركض بدايتك المسؤول من قدك. توني الله يخليك، ممكن تاخذ فينا فره في المخيم؟ تعرف معاهم يعني تعرف يعني. تفضلوا اهلا وسهلا. يلا شباب يلا يلا. اسمعوا يا عيال، الاجواء اليومين هذه زينه وتصلح للمكشات، فقررنا انا والعيال اننا نسوي لنا مخيم والقطه من 5,000 ريال. اوكي اوكي. هب البراد وزانت النفسيه والجو روعه والمشاعر حيه. وهب البراد هلا 5,000 ها، وانا ما لقيته اسدد بيت ايجار بيت ما سددته. وانت فاغر يضحكون عليك، مخيمه 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 مخيمه، انت فين عقلك انت؟ يضحكون عليك ولا كيف؟ يلا برا اطلع اطلع دحين. انا ارمك هلا اطلع. ايش 5,000 ريال عشان المخيم؟ مالك ومال البر والاشياء هذه؟ لا باقي كمان تقول لي اعطيني فلوس عشان اشارك في مزاين الابل، هذا اللي باقي. هلا والله بالغالي. يبا تخبر اليومين هذه الاجواء زينه، وهب البراد وزانت النفسية والجو روعة، الزبدة مالك بالطويلة. أبي 5,000 ريال بنطلع أنا وأخوياي ونسوي مخيم. هالحين مخيم عمانك لا قاعد فيه كل أسبوع ما عرفت ببيته، وتبيني أعطيك 5,000 لمخيم كنت بدي أشيرك؟ أم عصي لو تبي هلا بل ما أعطيك شيء. أذب أذب. شبيكم يا عيال متصدحين وطفشانين؟ شو اقول لك، انكرشت زي ما انكرش العيال كلهم. وش اللي انكرشت يا ابوي؟ هذه قطتي جاهزه. هلا والله بالدراهم. زبده.
هلا ربيش. العود والشباب معك؟ يلا انتظرون عند المحطة ربع ساعة واجي. هلا والله، هلا تروك، كيف حالك؟ أتحداك أبيك تجي أنت وتونة. تونة هذاك اللي معك اللبناني. إيه عازمينكم في المخيم. سهرة محفوفة ها، لا يجي أحد معكم. يلا مع السلامة. يا جدة هاي سناب، إحنا في البر يا أبوي، شوف كذا التراب ناعم وسلس وأي خدمة. شكوش يلا مشينا. مشينا. كفتة. ياهو. اسمع، بنروح نجيب تركي وتونة ها، وبنرجع لك. خليك عند الخيمة، تابع يا واد، ربع ساعة بنجيك. لا تخاف، روحوا. يلا مع السلامة. مع السلامة. لا تلوح للمسافة. المسافر راح. المسافر راح. لا تلوح. وين الخيمة يا ورع؟ سرقونا حرمية. سلبيت. مالت عليك. ياهو. آسفين يا زقرت، آسفين. هلا والله بالعيال. هلا والله، جيت وجابك الله، تعال تكفى كملها رابع بلوت. تستهبل انت وجهك تستهبل، وش اللي بلوت؟ الأجواء الزينة بتنتي وانتم تاكين في الاستراحة. مشينا مشينا، يلا نروح نكشت. انت لسه باقي بتروح على البر بعد اللي صار امس؟ ايوه باقي، ماسكة على الكشتة. يلا مشينا للبر. يلا يا عيال، يلا قم انت وياه. ياهو. وديني يا ما حلا دقت الشماه من فوق ذي كشفتني يا طائرة يا هليكوبتر دور المظالم. وديني يا ما حلا دقت الشماه عاش العيال من فوق ذي كشفتني. استنزل كفتة عيال. ولد يا عيال، الآن يحضر لكم أحلى شاهي جمر. والله أنها جت في وقتها، بس اسمع، أبي الشاهي بدون سكر، أعرف الدايت والحركات هذه. الصغير هذا منه؟ الصغير هذا لك. يا حبي لك. أبغى شاهي تقيل كيف الرأس. شوف مايل تقيل. يعني تنكس. أركض بديت كنت فيه. وديني ويا ما على دقة الشماء من فوق ذي كشفتني يا طائرة يا هليكوبتر دار المظالم. وديني قم يا حمد شغل الصالون. يلا حولوا 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 وانزلوا وانزلوا ويلا يلا هالدعوة فري، خذوا راحتكم. ها شلون ناخذ راحتنا والشباب جالسين هنا؟ وين؟ هب البراد وزانت النفسية والجو روعة والمشاعر حية، أحلى شاهي جمر لعيونك يا السور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جيت بوقتك يا عم، هذا أحلى شاهي جمر محكور لعيونك. جمر اللي قطع مصرانك أنت وياه، وأنت وهذا وعلبه والثاني والثالث. أفا سلامات يا الحبيب، خير وش فيك تزاعد؟ انت اللي وش تبي؟ ليش جالسين عند العوائل؟ لا يا شيخ، مش اللي عوائل مع عوائل، حنا جالسين في بيتكم في المقلط. لا شين وقوي عين بعد يا بوي، حنا في البر في الخلا، وبعدين حنا جايين قبلكم، وما في الا انت وعائلتك. تقلع. اتقلع انا؟ اتقلع ها؟ اتقلع يا البزر. هب البراد وزانت النفسية. مشينا يا عيال. هلا الأم الفكك يا شيخ، شل انت شل الأغراض كلها. شاحني وينه؟ السيارة. لا تستهلك. هلا بالامير. هلا والله بالعيال. هلا كيف زقرت؟ هلا سهلة. كيفكم بعد الاجواء الكئيبه؟ يا لا تذكرنا شغلونا ذا العوائل يا شيخ. بس الجو اليوم عيال يطلب حرش. ايش تقصد؟ اقصد اننا بنكشت. لا حول يا ابويا، كل ما جينا نكشت كل ما جينا نكشت تصير مشكله.
يا ابوي وش اللي نقشد؟ حسيت انك تبي ترجع. اسمع كاشته كذا، لا تقعد تهايط، انا كاشت الله لا يعقب شر. بس لازم يكون معانا عائله يا ابوي، اكلم اهلي اجل. اهلي يا حبيبي جدتي وبحر. ايش هي لا تودينا عند الكوره هدا. اجل ايش تبغى؟ انا كاشت تفهم ولا ما تفهم؟ بعدين حنا الشباب نبي ناخذ راحتنا، نطلع لحالنا، ما نبي عوائل ولا شيء. ما بكشت انا. انا بكشت. ماني كاشت. تكشت ما انت بكاشت بكيفك، انا بكشت. ايه خلاص اشغلتونا. انت في نفسك انت الكشته صح ولا لا؟ اي والله بنفسي. على ذا الخشم. جهزوا اموركم ساعه بالكثير اللي بعد دوار عويضه. وش تبي تسوي؟ مال امك شغل، بيتاخر بامشي امه في الدايري هروله، لا تتاخرون علي. يلا نشوف ايش عندك. اوكي. معاك يلا. شمش معي. يا ما حلا دقت الشامة حيو يا ابويا الواد تشكل عن كبنا. لا تخاف ها اجمد يا شكش لا تخاف. انتم تمشون من هنا ولا لا؟ هذول اهلي. لا يا شيخ بداية تلعب علينا بعد. وشوف اللي ورا لا يكون اخوك بعد. انا خالهم. يا حياتي النظرة، جمعنا لنجمعكم. اقول بتمشون من هنا ولا بلغ الهيئة عليكم؟ وين؟ نظف يا ابراج يا ابوي. يعني لازم تحرجونا يعني انتوا وسط خنقلانك. اوف طلع رجال. يا شيخ دز يا شيخ. خنقلانك. يا عيال انكتمت بفتش خلاص. اقول اركض بديتك ها لا تخربط طلعه. طقني الارض يا عيال. حس في الحريم حس يا ورع. الاول حفكم اول يا ابوي. كافو. بس اقول اسكت انت ما ضيعني الا انت. العاب والله حظ ماشي. العاب تعال من رايح اقعد ما عندنا حريم يطلع من مخهم كذا. شوف يا عبسي ترى بالشنطه شوف ترى بخربها واشيل العباءه. اركض بديتك لا تفضحنا خلاص قص الصوت. مسروقه بروح خلاص رح 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 سحب وجهي خلاص سحب وجهك انت مزين هالوجه ذا الكربه امسك خذ الشنطه. قرفتونا الله شتونا في الرحله. العب وش ذا الكشته ذي مزنوقين طاقينها بلوت وانا طاقني الحر. للصبر يا اخي خلاص رجال بكم ورانا انتم يا تلحق كل مرايبنا انسكت حدا اذكر ورايبنا وسعكم الدوين ترقم بنات الناس وقدامي ما حد يقل لي الادب والله ما اخليك والله ما اخليك. كفتة ياهو يا أخي خلينا نأخذ لنا تحصيلة يا أخي. كم بقى الإجازة؟ شهر أوف أما شهر أبوي الأجواء مملة وكئيبة هنا مرة ما يجي. الله أكبر ناوي تروح لباريس؟ أيوة بروح باريس السعودية جدة عروس البحر الأحمر. يا واد هناك كباين فلة جيت سكي تطلع الحارة بلياردو فرفيرة بليلة يا ليل الليل سيرين عصير جي والله ما تطفش هناك. باريس السعودية جزان ما هي جدة. أقول لك هناك عندنا كل شيء البحر فيه أم سماك كل شيء وعندنا أم جنبية تنقطق شنو رقص شنو العاب شنو بسيط مش عندكم أنتم في جدة ترنك ولد اقلك لا اهدى يا ابوي الشيطان شاطر اهدى. من اللي حاش في الرياض؟ هذا لا شكوش هو انا بقول والله يا ابوي هو انا بقول شكوش والله انا شكوش امزح معكم يا عيال. ما هو هذا؟ شاورما. تستهبل انت سلاح ما تشوفه يعني؟ يا ابوي بالله شيل لا تجيب لنا جريه ورانا اجازه وفله اهدى. يا ابوي انت فاهم غلط أنا بروح المكان على كيفكم. إيش أسوي؟ خابر لكم مكان البطل مليان أرانب نبي نروح هناك ونصيد بالسلاح.
يجي هيا يلا 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 دز دز انت يلا, 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 يلا قدام يلا يلا عبسي يلا روح اتحداك راح 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 يسار 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 بس 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 هنا هنا وقف 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 هذا المكان ممنوع الصيد فيه ما درينا يا ابن الحلال ما درينا والله ما درينا والله ما درينا يا أخي ما عاد نجي هنا والله ما عاد نجي والله ما عاد نجي خلاص ابشر 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 بنركب الوالد أرسلني الله يطول بعمره عشان أعلم أخوي صيد الحبارة وأبيك تعلمني المحل الزين في ذا المحمية يا طويل العمر شمال المحمية كلها حباري زين وبتنبسط فيها إن شاء الله وإذا أحد ضايقك كلمني زين أنا بتصل عليك إذا خلصنا مقناص حبارة عشان تعلمني المحل الزين اللي فيها رانب أبشر طال عمرك سلمني على الوالد يبلغ يبلغ أكرمك الله أمان الله السلام عليكم عليكم السلام ش عندهم ذولا؟ لقيناهم يصيدون في المحمية ما تدري انت وياه ان الصيد ممنوع داخل المحمية؟ ما كنا ندري وبعدين وين تبغانا نصيد يا طول العمر؟ لو في راسك صيد انت وياه راح للسودان اقنص على راحتك هنا ممنوع صادر اسلحتهم كمل باقي الاجراءات فيهم يلا تحركوا يلا 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 تحركوا يلا يا ليت سوق الذهب اقول اقول تعالنا وين رايح؟ بروح غرفتي لا جايين لحريم اطلع برا طيب وش دخلني انا؟ وش دخلك الله يلا اطلع برا بروح قولي لهم كذا تغطوا خلاص لا تغطوا ولا شيء اقول اطلع برا لا تمديني ادس اقول لا تمديني ادس يلا يلا اطبر ترى بصفر هلا عزوز اما عاد تلعبون كوره خلاص ابشر دربد هلا والله بالعيال هلا والله وين العيال؟ العيال زعلوا وراحوا شف اوف طيب انتم ما انتم مستاجرين ها؟ احنا مستاجرين وهذا المسؤول عن الحجز تفهم معه سلامات يا الحبيب وش فيهم ذولي؟ جيت ولقيتهم بالملعب قلت لهم في ناس حاجزينه قالت لي انقلع وعطتني 100 ريال خلهم علي كف يا عامر ما شاء الله ما شاء الله الحين ما تستحين على وجه انت وياها جالسين هنا وحنا مستأجرين الملعب اقول انت ما تستحي على وجهك تغازل بنات الناس تنقلع والله اتصل لك على الشرطه لا يا شيخه خوفتيني انقلع خبر عاجل وردنا الان في المنطقة الوسطى وبسبب الضغوط المجتمعية لوحظ بداية داء خطير هو انقراض العزاب ولمحاولة معالجة الموضوع للمحافظة عليهم من الانقراض يرجى تسليم كل من لديه شاب لأقرب مركز حجز طلعوني طلعوني يا ناس في أحد سامعني أعطوني شاحن ايش رايكم في المزبن يا عيال؟ والله عداك العيب عاد تصدق حتى السكن اتوقع ما يجيبونه اتحداك يجيبونه لقيتكم وش اللي جايبكم بهذا؟ ها؟ عند العوائل ما تستحون على وجيهكم ها؟ اركب بديتك احنا شباب